القديم قالوا الأمة العادلة تنتصر حتى لو كانت كافرة، والأمة المسلمة تنهزم حتى لو كانت مؤمنة، لأن الأصل في الحياة هو إقامة العدل. فالشعراء شلون يستطيعون أنهم يتناولون مشكلة العصر اللي احنا عايشين فيه ويساهمون أن يخلق بيئة أفضل؟ أنا أعتقد الهدف من وراء مثل هاي الكلام كله مو فقط أبيات الشعر، لكن دور الشعر شلون يتغير بحيث يصبح في خدمة بناء مجتمع جديد وعالم جديد نعيش فيه إحنا وعيالنا في المستقبل. قال سالم يقول للأمة فصول مثل العام لكن اثنين، ويشيب عقب اثنين وينتهي قافها، خريف هالجور والظلم الثقيل المهين اللي ورث معولها من أسلافها، جفاف هاللي تقوت به عقب عمر لين لولا ما مرها الحاطب ولا حاف، والفصل الآخر ربيع الخير والخيرين اللي بأهل المظالم تدرك انصافها، سحايب من نفوس عيالها الطيبين يسقونها العدل لين تورد أطرافها. شبعتنا شعر حقيقة. أنا أعتقد أنه هذه القصيدة تطبيق عملي للإبداع. أنت في سردك هنا أن القصة والحلم الثمين والوعد اللي عطاه الأصغر خواته مثل ما تطرقت له في القصيدة، هذا يمثل يعني قصة الكفاح، قصة الاندفاع اللي عليها تقوم موازين العدل. إذا مال العدل مالت الموازين الأخرى جميعها. المسابقة تبغي شعر، تبي تنتج شعراء ينتجون نصوص مثل هذا النص. هذا نص عالي القيمة. الجائزة الأولى للمسابقة وش هي؟ فوزك مع شعراء. يا سلام. إيه هذا ممتاز. أتوقع أن المرحلة الجاية أصعب. عبد الله بن سعيد بن لزيه وحمري، شاعر نبطي. ما اخترت اكون شاعر، يعني انا ما كانت امنيتي اكون في يوم من الايام شاعر، صرت شاعر. بديت احفظ قصايد الناس، بديت استهوي سماع الشعر. انا شاركت في المسابقة لانها مسابقة جديدة قوية في نفس الوقت وما فيها خسران. مجرد ما الشاعر يعد قصيدته يقولها للناس ما يستغرب أي تعليق، تقبل أي شيء. أتمنى التوفيق لإخواني الشعراء، الله يوفقنا وإياهم، الله يبيض وجيههم والله يجمنا وإياهم. سبحانه اللي لا بغى بمره يكون الشيء كان، اللي خلقنا نعبده واللوذبه عمن سواه نرجيه من فضله، يغفر ذنوبنا سر وعلان هو غافر ذنوب البشر، ولا يخيب اللي رجاه صحيح عشنا فالحياه مكافحين بعنفوان، وعزومنا على الحياه اثبت من جباله السراه، والحمد لله والشكر نصبر على جور الزمان، واللي تحلى بالصبر ما هو يضيعه الاتجاه، وأول رسالة في كتاب الله مثل الصولجان، من يعمل بها يفلح وعند الولي يلقى جزاء. دائما في قصيدة مثل كذا، قصيدة مباشرة، ابحث عن شيء جديد، ابحث عن فكرة جديدة، يعني بحيث أنك تضمنها ضمن هذه القصيدة، شيء تشدني أنا فيه، أنا كمتلقي، يعني أنا كمستمع. ترى التصوير هو الشعر، التصوير هو الشعر. حاول أنك تصيد لقطات اللي تمر عليك في الحياة من تجاربك وتصورها في النصوص اللي تكتبها. جايين ناخذ الحين هذا النقد، توقع المرة الأولى ما كان فيه نقد لأنه موضوع مطلوب منه ما فيه وقت معين، يعني هذه قصايد أولة كان لها الوقت الكافي، كان لها، بس هذه ضمن الوقت والموضوع فبيكون عليها نقد طبعا نستفيد منه. سلام يا حضرة اللجنة، ربه يزود تقييمي، مضمر خابر هجنه والسبقة تكسر التيمي. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم رب الملا جل جلاله، صلى الله على محمد وآله، شفيع الأمته يوم التغابن، رسول الحق ميزان العدالة، أمرنا ما نجنب عن مسيرة، إذا نبغى الفلاح بكل حالة، ولا نظلم ولا نرضى الظليمة، لو الرجال بين أهله وماله، وحلف بالله بإيمان غليظة، يطبق حكم ربي في عياله،
صلاة الله على وجهه وسلم عدد ما ناح برق في خياله. تهاوننا وضاع الدين منا وخالفنا تعاليم الرسالة، وشفنا ما حصل في أمة محمد بعد ما صار في العدل استمالة، شعوب ثائرة وأرواح تزهق، وشيء ما بعد شفنا مثاله، وتشتت وانفلاتات وجريمة وتبادل باتهامات العمالة. ينام الرجل آمن وسط بيته ويصبح فاقد خيرة حلاله. ما في صورة بلاغية يعني تعضد النص. أنت في الأشطر الأولى أهملت القافية، ما فيه قافية على النمط الشعري القديم يعني. أي نعم. وأنت أصلاً تكتب على النمط الشعري البدوي القديم. نعم يعني. نعم. هذا نمطك يعني. أي نعم. جيتنا المرة اللي فاتت ومعك شاعر ولدك. لا دحين انسحب الصوت. انسحب الصوت. ولا بيعطيك المجال ما يبي يفوز عليك. انسحب الصوت وياك وش. إيه. ابني ما بلغت أنا جيت كذا. يقول بتقرا من الورقة؟ لا ما نبقريها بس ندلختي فيها توني خلاص. اسلم. بغيتوني احطها ولا؟ لا خله ما مشكلة يعني. القراءة دي وترتني لأن الورقة لا هي بينة أشوفها وأنا ما نبحافظ القصيدة ما حفظتها كاملة. واصدق مع ربك بوجهك لا يممت لابد لك من يوم انت لابد من يوم انت تكفي مطاياك وزن كلامك بالعدل لا تكلمت وابعد بصر فكرك وعينك على اخطاك احذر ترى ما ينفعك لا تلعثمت من حق طلاب بحقه تنصاك حلمك يبيل حزم كانك تحلمت ما رح ديره كان ما زام مسعاك. ما هو متوتر لكني ماني براضي عن نفسي. انا كنت اتمنى انك تكثف فيها من الصور اللي تخدم موضوعك انت كموضوع العداله اللي تكتب فيه. انا بجيدك اجمل من كذا. وقصيده سلسه فيها سلاسه وفيها بساطه. وايضا بس عندي ملاحظه هنا على التنصيص، تعلمني ان النص هذا انه مو بلك، ان الشطر ذا مو بلك. اما تحطه بين قوسين. صح. القصيده هذه ما خلصتها الا اليوم. يعني مو باليوم هذا نفسه. يمكن أنا أعطيتها مسودة. أنا أحس أن القصيدة قديمة أنت جددتها يعني هذا إحساسي، ما أدري إذا كان صحيح ولا مو صحيح. هذا من ذكاء الشاعر أنه يستخدم مخزونة الشعري القديم ويحط لها أبيات مناسبة للموضوع. صعب. يقول دام الجزالة لها عند الدهاه اعتراف اللي ما يدرى شروط الشعر لا ينظمه يدور اللي تشوق السمع في كل قاف تصنيفها في دواوين العرب ملحمة. موضوعها ينعش اللي ما يعود خلاف الشعر اللي لجبد القصيد حسمه. من واقع الناس شفنا في الأمور اختلاف اللي ما فيها من أوصاف العدالة حسمه. مطلع القصيدة قوي قوي، ولكن احرص احرص انك توظف الفكرة اللي لبديت بها مطلع القصيدة مشد القصيدة تخدم موضوعك كعدالة. لاحظت انها خاليه من الاستشهادات من القران والسنه والاحاديث وكذا يعني. يعني انت مطور، انت الوحيد اللي هذه تهمه. كل الربع اللي قبلك كلهم استشهدوا بالقران والصحابه وانت استشهدت بالقران. يكفين فيها عدل، والعدل من الدين ان شاء الله. بس اي والله افتحها. ليه انت علامك عقاوي؟ ايوه زين.